مرحبا بكم مجددا. أتلفت حركة رجال الكرامة بحضور عدد من وجهاء محافظة السويداء نحو 200,000 حبة كبتاجون، والتي تم العثور عليها في شاحنة معدة للتهريب إلى الخليج العربي بالقرب من المدافن الغربية في مدينة السويداء. على أعتاب فوضى جديدة تقف محافظة السويداء اليوم، وتدخل منعطفا جديدا مع دخولها في نفق معتم وتحولها إلى معبر لتهريب المخدرات وساحة لتصفية الحسابات على ما يبدو. وأمام فوضوية المشهد تضبط حركة رجال الكرامة في السويداء شحنة كبتاجون معدة للتهريب إلى الخليج العربي، بحسب ما كشفه المسؤول الإعلامي في الحركة لتلفزيون سوريا، الذي أشار إلى أن الشحنة ضبطت بالتعاون مع اللجان الأهلية في المحافظة، في حين كشف مصدر من الحركة لشبكة السويداء 24 أن الشحنة تقدر بنحو 200,000 حبة كبتاجون. وأظهرت مقاطع مصورة تظهر عملية إتلاف حبوب الكبتاجون بالقرب من المدافن غربي مدينة السويداء. الأحداث المتلاحقة في ملف تهريب المخدرات سبقتها حملة أمنية لحركة رجال الكرامة في ريف السويداء الغربي، استهدفت أشخاصا متورطين في عمليات تجارة وتهريب المخدرات. رافقتها مبادرة طرحتها الحركة للجانب الأردني تطالبها بالتنسيق معها وتسليمها قائمة بأسماء مهربي المخدرات في المحافظة من دون أي رد رسمي من عمان، مع تأكيد الحركة على دور نظام الأسد في تهريب المخدرات والإتجار بها عبر الحدود وتحويل السويداء والمنطقة الجنوبية إلى معبر لتهريبها. إذن تطورات متسارعة على كل الأصعدة، بالتزامن مع حراك واسع تشهده المحافظة منذ أشهر ضد الأسد، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن دور النظام في سعيه لتشويه الحراك وربط المحافظة بالمخدرات في ظل حالة من التوتر تعيشها المنطقة، والتي لا توجد مؤشرات على انتهائها في الوقت الراهن على أقل تقدير. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا العميد الدكتور عبد الله الأسعد رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية بالاستوديو، والدكتور يحيى العريضي الأكاديمي والكاتب معنا من باريس. مرحبا بكما مجددا. دكتور يحيى، إلى أي مدى يعني ما مدى فاعلية هذه الحملة لمكافحة المخدرات في السويداء، وهل تملك فعلا الفصائل المحلية وعلى رأسها رجال الكرامة الإمكانيات المطلوبة للقيام بذلك؟ أستاذ محمد، هي فاعلة لكن بشكل نسبي جدا. هي ليست دولة وليس لديها مقدرات وليس لديها أسلحة وليس لديها لجان لمكافحة تهريب وخاصة تهريب المخدرات. عمليا الأمر يحتاج إلى أجهزة، يحتاج إلى ملاحقات خاصة، لكن هؤلاء الشباب كنخوة أو بحكم أنهم رجال كرامة لا يريدون أن تدنس هذه المحافظة بأن يعبر منها محاصيل الأسد وخامنئي إلى الأردن ومن ثم إلى دول الخليج، وحيث أصبحوا ملوك في المنطقة وتستباح ليس فقط منطقة السويداء باتجاه الأردن إلى الخليج، وهذا الأمر قائم لفترة طويلة. وأحد الأمور بالمناسبة التي فتحت لهذه المنظومة أبواب الجامعة العربية هي التوقف عن تجارة الكبتاجون، عن تصنيعه، عن هذا الوباء. لكن مع كل أسف هو لا يستطيع أن يتوقف عن ذلك، لأن المعلم الكبير والجاثم في طهران والجاثم في الضاحية الجنوبية حزب حسن نصر الله هم الشركاء الأساسيين في تصنيع هذا الأمر، وهو مشترك بهذا الموضوع لأنه يأتيه عائد، ف يعني حرم نفسه من حالة تطبيع أو عودة طبيعية لأنه محكوم مرة أخرى بعصابات الملالي التي تحمي كرسيه، واستمرت هذه الحالة. هل يستطيع هؤلاء الشباب أن يوقفوه؟ أو يحاولون، وهذه تجربة ممتازة، لكن المسألة تحتاج إلى دول، وخاصة بأنه يعبر باتجاه الأردن، والأردن
منذ أسبوعين أو أكثر، حوالي 25 يوم، طائراتهم قصفت وراح ضحية ذلك القصف مدنيين. وربما تكون تلك النقطة التي قصفوها لا علاقة لها بهذا الأمر، لكنهم يقولون بأنهم يمنعون دخول كبتاغون. هذه ليست مسؤولية الأهالي الأبرياء من هذا الموضوع، لكنهم يذهبون ضحية منظومة تتاجر بالكبتاغون، وأيضا بلد آخر يريد أن يدافع عن نفسه. طيب، هذه نقطة مهمة، لكن لا يقتل مدنيين. نقطة مهمة عميد عبد الله، ما يقوله دكتور يحيى، تحتاج المسألة إلى دول. الأردن تنفذ ضربات داخل أراضي سوريا، لكنها تحتاج واضح إلى شريك. أشار الدكتور يحيى أنه ذهب مدنيون ضحية يعني قصف، وبالتالي تحتاج إلى شريك في الأراضي السورية. ويبدو أن محاولتهم يعني الاعتماد على النظام أو التنسيق مع النظام السوري حتى الآن لا يبدو أنها يعني أعطت أجدت نفعا. هل يمكن أن يتعاون الأردن مع فصائل محلية في السويداء في يعني هذا المجال؟ في البداية يعني كان الله بعون أهلنا في السويداء. في الواقع يعني هذا الموضوع ليس سهلا بالنسبة لموضوع المهربين المخدرات. مهربين المخدرات بالأساس كانوا في المنطقة الغربية في حوض اليرموك، هم من عناصر الذين كانوا يعملون مع داعش سابقا. بعد التسوية عام 2018 تم نقل كل من له علاقة مع الاستخبارات ومع الفرقة الرابعة والحزب الله، جيء بهم الى المنطقة بئر القصب وتل دكوة والمناطق المحيطة بالسويداء، وكان هؤلاء سابقا يتدربون من قبل فرع الأمن العسكري الموجود في السويداء. الآن تم بعد أن كان مهمتهم يعني مع داعش سابقا، هؤلاء يتبعون لنظام الأسد وللأجهزة الأمنية، تم إعطائهم مهمة بعد التسويات بعملية اغتيال القادة الذين رفضوا التسويات، والذين طبعا يعني تحتهم خطوط حمراء هذا النظام. بعد ذلك إلى ماذا اتجه؟ إلى الموضوع الذي نتحدث عنه الآن، هو المخدرات. هؤلاء شبكة، ليست أشخاص، ليست أفراد، ما تفضل به الدكتور إيهاب فعلا الحقيقة يحتاج إلى جهاز، إلى شبكة أمنية معقدة وقوية جدا فعلا تحتاج إلى دول. لماذا؟ لأن من يعمل ضمن التهريب الآن هم أفراد، ليسوا أفراد فقط، هناك جماعات تعمل أفراد وجماعات، وعبارة عن فصائل عابرة الحدود جاءت من لبنان، يرأسهم نوح زعيتر، وطبعا قادة الميليشيات جاءوا من الضاحية الجنوبية وضباط الفرقة الرابعة، ويعملون تحت مراقبة الأجهزة الأمنية من أعلى مستوى. يعني عندما تدخل قافلة محملة بالمخدرات، هذه يكون تم رصد الطريق لها، قافلة من 17 سيارة، من 20 سيارة تدخل. هناك حرس حدود، وأنا أعرف أعطيك معلومات استطلاعية دقيقة، حرس الحدود الموجود من جهة الجانب السوري هم فصائل ونقاط استناد من الفرقة 15، قوات خاصة. هؤلاء موجودين، يوجد لديهم عربات بي ام بي وأسلحة متوسطة وخفيفة وكل ذلك. لماذا لا يتم التعامل الاشتباك معهم من قبل فصائل حرس الحدود التي هي موجودة في الجانب السوري؟ هم يؤمنون لهم الطريق. برأيك لماذا يعني يفعلون ذلك؟ يعني هل هو مجرد عائد اقتصادي أم هناك ما هو أبعد؟ لا، أبعد من ذلك. طبعا هو عائد يعني اقتصادي رائع، يعني 7 مليار دولار عائدات المخدرات في عام على نظام الأسد، وهم يريدون من ذلك. إيران تريد وحزب الله تريد أن تغرق المنطقة من خلال الأردن لتدخل الخليج لتفكيك المجتمع العربي بالكامل، وهذا هدف يعني هدف إيديولوجي إيراني. طبعا يتعاون معهم نظام الأسد والفرقة الرابعة ويعطونهم كل التسهيلات. الآن طبعا البوابة الأساسية هي منطقة السويداء. لماذا منطقة السويداء؟ لأن هذه المنطقة طبعا يعني توجد هناك مناطق غير مرصودة، مزارع وغير ذلك، يعني أكثر من المسافة الحدودية، يعني عدا عن معبر نصيب الحدودي هي تقريبا قصيرة وليست كما هي من جهة السويداء، لأن من جهة السويداء يعني الصحراء، بادية السويداء بالكامل، هذه يأتون من خلال تل دكوة، من خلال مناطق يعني مفتوحة، وبالتالي أسهل حتى من جهة درعا. يعني أسهل من جهة درعا، وهناك مزارع يتم نقل. كيف يتم نقل المخدرات؟ هناك أشخاص يحملون حقيبة على ظهورهم، هناك سيارات، هذه السيارات يتم حمايتها من قبل أعلى مستوى في نظام الأسد ومن قبل حزب الله والفرقة الرابعة حتى يتم دخولها. الطيران المسير، استخدم الطيران المسير وعبئ بكيلو غرام من الحبوب المخدرة وتم إرسالها بطائرة باتجاه الحدود. طبعا هنا يجب ذكر شيء، حرس الحدود الأردني
يعني الجاهزية القتالية له جاهزية قتالية فوق التامة. يعني لو لم يكن جهاز حرس حدود أردني قوي لكانت الآن المنطقة أغرقت. طبعا كل فترة يدخل ربما يدخل مثلا من كل مثلا 10 عمليات تدخل ممكن تنجح عملية. رغم ذلك يدخل كميات كبيرة. طيب نعم. دكتور يحيى كيف ترى مستقبل هذه المسألة؟ يعني هناك أطراف عديدة متدخلة في هذا الأمر يعني والذي يبدو أنه يأخذ أبعادا كثيرة موضوع تهريب المخدرات عبر الحدود. المعاناة ليست عبر الحدود وعبر هذه العصابات العابرة للحدود والتي تغذى كما تفضل ضيفك سيادة العميد بجهات متعددة تشترك في هذه الجريمة تؤثر محليا ليس فقط عبر الحدود لكن في مختلف المدن السورية. تجارة الكبتاجون مرعبة. كيف يمكن أن تحارب؟ لابد من جهد دولي تجاه هذا الموضوع. فالولايات المتحدة التي أصدرت قانون الكبتاجون والتي سمت ملكا للكبتاجون وإيران وخاصة في هذه الظروف هي إضافة لإجندة إيران للنقاط المسجلة على إيران على الملالي تحديدا. أعتقد أيضا كما ذكرت على الأردن ضرورة استنفار أفضل من ذلك وتحديد أهداف أفضل من ذلك وخاصة في 30 كيلومتر الممتدة بالحدود باتجاه السويداء لأن كما ذكر أيضا الأخ عبد الله أنه هناك 30 كيلومتر ومن أرض صحراوية تقريبا وعرة وليس هناك يعني أناس يذهبون إلى ذلك المكان تقريبا يستطيع المرور بشيء من الأمان على العكس من درعا بحيث أنه هناك حركة هناك إعاقات كثيرة هناك أعين ناظرة لكن من تلك 30 كيلومتر يجب أن تغطى بشكل جيد أيضا استخدام الدرونات استخدام الطيران لكن ليس على المدنيين. أعتقد أن العناوين واضحة حيث يصنع هذا الكبتاجون والمسؤولين عنه واضحة. أعتقد أن من يريد أن يحمي نفسه وعندما خاصة يعرف بالمتسبب بهذا الوباء يستطيع أن يتصرف لكن المدنيين لا أبدا وهذا لا يجوز. شكرا جزيلا لك الدكتور يحيى العريضي من باريس وفي الاستوديو العميد الدكتور عبد الله الأسعد. فاصل مشاهدينا ونذهب إلى محورنا الأخير في حلقة اليوم.